بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوف الآن بداية الموسم الجديد. شوف هذا الحساب الثاني، نشوف الجوائز الموجودة فيه. اوكي يا سلام صياد، نحتاج ذهب، نحتاج ذهب عشان نطور. نشوف الجوائز هنا، 5000. يا سلام يا سلام، صندوق باولر. اوه الله 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 الله، التنين الصغير مهم، نحبه كثير. هنا ما اعرف صراحة، كلهم يعني هذولا يمكن تسيدنهم اكثر من الغيلان ذولا العاديين. اوه هذا ايضا خطة حلوة لو اطوره، مع اني انا العب بيكا لكن ايضا. وهنا ذهب إضافي حلو. طيب نشوف هنا، أقدر أطور الصياد بس ما عندي 20000، على وشك يكون عندي. طيب هنا نطلب فالكري أو عملاق ملكي، كلهم مهمين. كلهم مهمين، لكن عملاق ملكي حلو يعني انك تمكسه. سلفالكري ايضا. ليكون انا استعجلت بس وطلبت هنا، بس يلا ما مشكلة. بنشوف بنشوف بنشوف. حتى ايموت ما اقدر اشتري، ما اقدر اشتري التعبيرات. بنشوف تشكيلة الحرب، كيت تنين النار، ميجا نايت، سم، هذه راكبة كبش، ممكن ساحر، ممكن منطاد، ممكن هذا 4.8، شوي ثقيل صح؟ شوي ثقيل، لكن ايش نسوي يعني؟ من طادرة بالسبعة ما اتوقع ينفع، ما اتوقع ينفع. خلينا نركز على الدفاع. شوف إذا في إمكانية أطور المنطاد. نطور المنطاد ليش لا؟ ليش لا؟ 2000. أنا ما أفضل هدر قروش عليه وأنا ما أستعمله، لأني خلاص بهذا الحساب. الآن 4.6 حلو بدون منطاد. راكبة الكبش ممكن تكون هجوم. ونقول الله يستر يعني، بسم الله بسم الله بسم الله. أنا مسوي هذا التسجيل عشان أسجل معركتي بالحرب، فلازم أهجم. أوكي خصم ليفل 10، هذا الشكل الجديد للساحة لهذا الموسم. لا 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 لا. عملاق ملكي بدون بيكا بيكون الوضع صعب. هناك وصل أمير الظلام على الأقل. الله يستر الله يستر. إلى الآن يا ساتر يا ساتر. عندنا تسلا، عندنا أشياء كثيرة، أشياء كثير صعبة 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 صعبة. عنده تنين صغير، عنده العملاق الملكي، وضع صعب وضع صعب. لازم نلعب الساحر والتسلا على العملاق الملكي المرة الجاية.
غير كذا بتعاني كثير. نلعب الميني بيكا، لازم العب اوكي كذا. والله الوضع صعب، وضع صعب إلى الآن. هنا بيلعب راميات الأسهم، يخرب بيت المشكلة دي، والله مشكلة. نلعب الساحر هنا بس، احتمال يلعب العملاق. يلعب ميني بيكا، نحط الفالكري. حلو اوكي كذا. لازم الآن الميجانايت، نتكل على الله وكذا وكذا. يلا نقول جود جيم، الحمد لله. استغفر الله، بس صراحة صدمته 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 بال الميجا نايت، وهذه تترك الصدمة آخر شيء. هذا شيء مهم، شيء مهم. فالحمد لله ضبطت ضبطت ولله الحمد. يا سلام، حلو. 18,000، الحمد لله ما اضطريت اطور المنطات لانه ما راح احتاجه كثير بهذا الحساب. نركز على الموجود، نركز على هذه التشكيله، ونطور هذه التشكيله باسرع وقت. افضل شيء تركز على بطاقات معينه، لا تتشتت. الترتيب الرابع صار هنا. اوكي ما شاء الله، ذولا مصريين بطل. دبليو اس هذا ما شارك حرب اظن. ايوه شارك وخسر. هذا موصل 5,427. كان صعب عملاق ملكي، صعب. ما عندنا شيء إلا بس تنين النار اللي ممكن يتصدى للعملاق الملكي. والحمد لله راكبة الكبش ما خيبت ما خيبت، تقريبا هي اللي جابت الفوز بالأخير، أو هي اللي جابت الدمج. ف
رائعة 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 رائعة، من جد رائعة. إلى الآن ما راح أسجل مبارياتي بالساحة هنا، ما تستاهل الدعوة. بشوف إيش أطور، قلنا ما أبغى أهدر فلوس بهذا الحساب، خاصة إنه ما ألعب فيه باس رويال. غالبا ما راح أسوي له باس رويال، لذلك أفضل ما أهدر القروش. الترتيب الأول بالحرب، نعم الترتيب الأول بالحرب. أنا بنتظر، إذا ما أحد أعطاني وجه ولا أحد رقاني ولا أحد سوى شيء بطلع اليوم. كلانهم ما في تفاعل، ما حد يرد عليك. ما لها داعي يمكن. شوف بعدين، إذا ما حد رقاني بنهاية هذا الحرب نشوف الوضع.